تزامنا مع التصعيد التركي الأخير على المنطقة، تبنى تنظيم داعش الإرهابي عددا من العمليات ضد قوات سوريا الديمقراطية في ريفي دير الزور والحسكة، فيما حذر مراقبون من أن التصعيد التدميري والدموي التركي الأخير يزيد من فرص عودة التنظيم ومحاولته تشكيل بيئة جديدة ينطلق منها بعد تمهيد الطريق لها من قبل تركيا. لنتابع التقرير. في الوقت الذي ما زال تنظيم داعش الإرهابي يشكل تهديدا جديا للمنطقة عموما ولمناطق الشمال وشرق سوريا خاصة، ورغم أهمية تضافر الجهود بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لتحقيق الهزيمة بالتنظيم وخلاياه النائمة، لا يتوقف الاحتلال التركي عن مهاجمة مناطق الإدارة الذاتية وعن قصفه الوحشي بالطائرات المسيرة والحربية للمرافق الحيوية والمدنيين، الأمر الذي يمنح التنظيم الأرضية المناسبة للظهور من جديد وإعادة رأس صفوفه. ورغم كل جهود التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية ضد داعش، ما زال عدد عناصر التنظيم في سوريا كبيرا، حيث يعتقد بحسب تقارير وجود 10,000 عنصر على الأقل في سوريا والعراق مجتمعين، نصفهم من المحتمل أن يكونوا في سوريا، ناهيك عن وجود حوالي 10,000 من العناصر السابقين لداعش في السجون، وحوالي 70,000 من نساء وأطفال التنظيم في المخيمات المنتشرة في شمال وشرق سوريا. وبالتزامن مع هجمات الاحتلال التركي، نفذ التنظيم الإرهابي أمس الثلاثاء 3 عمليات ضد قوات سوريا الديمقراطية بريفي دير الزور والحسكة. ونظرا لخطورة الهجمات التركية على مناطق الإدارة الذاتية ومساهمتها في إعادة إحياء تنظيم داعش من جديد، دعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، معربة عن قلقها حول آثار التصعيد المتزايد على المدنيين والبنية التحتية. الدعوة الأمريكية جاءت بعد الهجمات العنيفة للاحتلال التركي منذ الأسبوع الفائت على مناطق متفرقة في شمال شرق سوريا، استهدفت منشآت وبنى تحتية كانت مصدرا حيويا للنفط والغاز والمياه والكهرباء. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي مساء أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء النشاط العسكري في شمال سوريا وتأثيره على السكان المدنيين والبنية التحتية، مشيرا إلى آثار التصعيد على فعالية عمليات ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، مؤكدا أن موقف واشنطن لم يتغير، حيث تواصل دعم خطوط وقف إطلاق النار الحالية ووقف تصعيد العنف. حول هذا الموضوع من القاهرة أرحب بإيهاب نافع، باحث في شؤون الحركات الإسلامية. أهلا ومرحبا بك سيد إيهاب معنا في برنامج حديث اليوم. سيد إيهاب، كيف يؤثر هذا العداء التركي المستمر لمناطق شمال وشرق سوريا، خاصة الهجمات التدميرية والدموية التي عانت منها المنطقة خلال الأسبوع الماضي وإلى الآن، كيف تؤثر على تنظيم داعش الإرهابي وتحركاته؟ بداية تحياتي لك وتحياتي للمشاهد الكريم. يعني بالتأكيد ما تقوم به تركيا من عدوان غاشم على أراضي الإدارة الذاتية وكذلك مناطق متعددة من شمال وشرق سوريا هو محاولة لإعادة الإرهاب مرة أخرى إلى الطاولة بحجج وهي أوجدها أردوغان بعد الأزمة الأخيرة والتفجير الأخير. أردوغان يبحث عن إيجاد داعش مرة أخرى كواحدة من الأوراق الموجودة في لعبة تغيير ديموغرافيا المنطقة وإعادتها إلى ربما إلى الطاولة من جديد كورقة مؤثرة في متغيرات متعددة في المنطقة بشكل كامل. بالتأكيد هذه الضربات تصب في النهاية في كفة عودة داعش، في كفة إضعاف الإدارة الذاتية، في كفة المضي في حالة من الانسيابية الأمنية وعودة العمليات الإرهابية مرة أخرى كواحدة من الأوراق الضاغطة على أنظمة متعددة في المنطقة، تؤثر على سوريا، تؤثر على العراق، تؤثر على مناطق الإدارة الذاتية، توجد داعش من جديد كورقة من الأوراق الخطيرة في لعبة الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل كامل، وبالتالي نحن أمام تهديد حقيقي للسلام والأمن الدوليين في تلك المنطقة بكاملة، خاصة وأن الإدارة الذاتية ربما لا
زالت حتى اللحظة هناك آلاف من عناصر داعش، عناصر مباشرة وعوائلهم وأبنائهم وأجيال جديدة من الإرهابيين المتطرفين يمثلون قنبلة موقوتة في المخيمات المختلفة. توجيه الضربات بهذا الشكل المكثف ربما يضعف قوة الإدارة الذاتية، يقلل من قدرتها في السيطرة على هذه الأعداد الهائلة، ربما يتسبب مرة أخرى في محاولات الهروب من السجون كما حدث من قبل من مساعدة تركيا. وبالتالي نحن أمام يعني معارك يعني أطلقت بحجج، وهي المحصلة في النهاية ستعود بأن الإرهاب سيعود ورقة مؤثرة وضغطة على الجميع في هذه المنطقة المهترئة أمنيا بطبيعة الحال. طيب من يتحمل مسؤولية ذلك ونتائج ما يحدث سيد إيهاب؟ المسألة واضحة وبشكل مباشر، المجتمع الدولي عليه دور مهم للغاية في هذه المسألة، لأن طالبنا مرارا وتكرارا أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بجدية نحو عدة إجراءات مرتبطة بهذه الأزمة إجمالا. التحرك الأول يجب أن تتحرك الدول المختلفة التي لها رعاية في داخل المخيمات لبقايا داعش، أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها أمام مواطنيها وتتحرك في إطار عملية تفريغ هذه الأعداد الهائلة التي يمثل استمرارها على هذه الشكلة وبهذا الوضع قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة من اللحظات. هذه العناصر الموجودة في المخيمات تمثل قنابل موقوتة، لأنهم يمثلون الجيل الثاني والثالث والرابع من متطرفين إرهابيين، هم ربما سيعودون للانتقام لذويهم سواء كانوا في السجون أو قضوا في عمليات القضاء على عناصر تنظيم داعش أو حتى عوائل لعناصر موجودة طريقة تبحث عن تحريرها. كل هذه التدخلات تؤثر على السلام والأمن الدولي في هذه المنطقة، وخاصة أن داعش خلال الفترة الماضية لم يكن يؤثر فقط في أمن سوريا والعراق، بل أنه صدر عدد لا نهائي من الإرهابيين لمناطق خطرة في العالم ووظفتهم تركيا لخدمة مصالحها، وشهدنا ذلك عيانا بيانا في العناصر التي تم توظيفها طارة في ليبيا لخدمة الأجندة التركية في وقت من الأوقات، وطارة في مناطق أخرى كأذربيجان وغيرها. وبالتالي نحن أمام توليد لمرتزقة جدد أو عناصر إرهابية ومطرفين يقوموا بخدمة أجندات مختلفة، وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يتحرك إما في دعم الإدارة الذاتية لتقديم محاكمات عاجلة وسريعة للعناصر الموجودة في السجون، وبالتالي كل دولة بتأخذ رعاياها وتتعامل معها بشكل أو بآخر. أيضا المخيمات يجب تفريغها، لأنه استمرارها على هذه الشكلة تمثل خطر على الجميع اللي ما يتحرك المجتمع الدولي الاستعاب. يعني سيد إيهاب، تحدثت اليوم عن أنه تركيا، أو في تقارير اليوم أيضا سابقة كانت في السابق تتحدث ووصفت بأنه تركيا هي خزان لإمداد تنظيم داعش الإرهابي. هنا نتحدث من الأخطر، من يسير أو يمهد الطريق لتنظيم داعش أو التنظيم نفسه؟ بالتأكيد كلاهما خطر، لأنه في النهاية التنظيم ورقة موجودة يتم تفعيلها من الدول المستفيدة. لو رجعنا بالزمن سنوات قليلة إلى الوراء لنجد أن تركيا كانت وحيدة من الدول. سيد إيهاب هل تسمعني؟ أكثر استفادة من تنظيم داعش من خلال تمويله بشكل سيد إيهاب هل تسمعني؟ آخر، ومن خلال الاستفادة من مقدرات الدول التي سيطر عليها تنظيم داعش في ذلك التوقيت سواء بما يخص الآثار وتسريبها وتهريبها وقبض. نعم نعم، في مشكلة بالاتصال، كان صوتك يتقطع خلال حديثك. نعم بشكل جيد. نعم أسمعكم الآن بشكل جيد. تحدثت عن موضوع أنه من وبالتالي نحن أمام تفضل. وبالتالي نحن أمام إشكالية حقيقية، هو أنه تركيا بالتأكيد تتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية تجاه
طيب سيد إيهاب، في مشكلة سنحاول معالجتها لأن الصوت عم يصل متقطع. إذن السيد إيهاب كان يتحدث عن أنه في خطورة لتنظيم داعش الإرهابي في هذه الفترة، وفي خطر كبير أو حجم الخطر الكبير لإمكانية استغلال التنظيم للتهديدات التركية المستمرة في المنطقة، حجم التخطيط التهديد الأمني وحجم الخطر كبير على المنطقة، لذلك يجب أن يتم تكثيف الجهود. هناك العديد من الجهات تتحمل مسؤولية ونتائج ما يحدث، وأن المنطقة يعني لا تتحمل تهديد وخطر جديد، خاصة أشار إلى موضوع السجون ومخيم الهول، والتي هذان المكانان أو السجون ومخيم الهول قد يكونوا هم الهدف الأساسي لتنظيم داعش الإرهابي ومحاولة إثارة بلبلة من جديد، مثلا محاولة الهروب من السجن، الهروب من المخيم. المشكلة اليوم هناك عدة جبهات ساخنة حول العالم، قد يكون الاهتمام الدولي قد تراجع عن مسألة التنظيم، وضع مسألة تطويق التنظيم ومحاربة الإرهاب في يد قوات سوريا الديمقراطية، والتي تعاني بسبب الضربات التركية. لذلك اليوم يجب أن يكون هناك فعلا مسؤولية دولية لمحاولة مساعدة المنطقة التي تستضيف الضيف الإجباري كما يقول مراقبون ويصفون، وهي المسؤولة اليوم عن حماية كل العالم. سيد إيهاب، عالجنا على ما يبدو الصوت، تفضل. كنا نتحدث عن من هو الأخطر، من يمهد الطريق لتنظيم داعش الإرهابي أو للتنظيمات الإرهابية أو التنظيمات بذات نفسها. بالتأكيد التنظيمات تمثل خطرا في ذاتها من جانب، لكن من يمهد الطريق هو الأشد خطرا، لأنه بالتأكيد هذه التنظيمات للأسف الشديد قراءتنا لملف وجود داعش من البداية وجدنا أن هناك دولا مستفيدة ساعدت على وجود هذا التنظيم ووظفته في خدمة أغراضها السياسية والأمنية في مناطق متعددة من العالم. ونحن وجدنا بعد إسقاط ورقة داعش جغرافيا والقضاء على التنظيم جغرافيا أن عناصره التي لازالت موجودة تم توظيفها لخدمة الأجندات لدول إقليمية كبرى ومنها تركيا في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما ما حدث في ليبيا، ولا سيما ما حدث في ناغورنو كاراباخ والصراع الأذربيجاني الأرميني خدمة للأجندة التركية. وهناك أيضا يعني دوائر أخرى تم توظيف داعش فيها، وبالتالي الدول التي هيأت البيئة المناسبة لتنظيمات الإرهابية والتي مولت هذه التنظيمات الإرهابية والتي استفادت من المقدرات التي استولت عليها هي تمثل خطرا في وجهة نظري أشد من التنظيم في ذاته، لأن التنظيم بدأ للعالم أنه أداة يتم توظيفها لخدمة أجندات مختلفة، وبالتالي لو اختفت هذه الدول التي أو اختفت من أجندات هذه الدول توظيف تلك التنظيمات الإرهابية لاختفت هذه التنظيمات من الوجود ولم تعد تمثل تهديدا لأمن واستقرار دول مختلفة من ومناطق مختلفة من دول العالم، وبالتالي يتم القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية التي تقوم بخدمة تلك الأجندات للدول الإقليمية وأغراضها في دول مختلفة من العالم. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من القاهرة إيهاب نافع، باحث في شؤون الحركات الإسلامية، شكرا جزيلا لك.